الرياضي. شكرا لكل الاخوان ابراهيم ومنصور كل ليش وطاهر وكل الاعضاء الانتخابات. شكرا ايضا لعبد عنبتاوي سكرتير اللجنه القطريه اللي كان مواكب لكل هذا العمل وكل هذا التحضير، ولكن الشكر موصول مره اخرى لكم جميعا اعضاء المجلس المركزي بشخصكم او باشخاصكم عفوا وبما تمثلون. انا اعتز واشكر الذي صوت لي، واعتز واشكر الذي صوت لغيري، واعتز واشكر الذي وضع بركة بيضاء. هذا مشهد محترم لشعب قد تجتهد اطرافه هنا وهناك، لكن تلتقي على ما يجمع الناس وعلى مصالح الناس وعلى مصلحة الوطنية للشعب. اسمحوا لي ايضا ان ابعث هنا باسمنا جميعا بتحية خالصة، تحية الوريد للوريد، تحية الدم للدم، لأبناء شعبنا الفلسطيني المنتفضين ضد الاحتلال. هذا الاحتلال المهزوم لا محالة، سواء طال ليل هذا الاحتلال أم قصر فهو إلى الهزيمة وإلى النهاية وإلى الزوال. وشعبنا سيقيم دولته وعاصمتها القدس، ودر التاج القدس كرامة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وكل مقدسات. إخواننا، لا حاجة للاستفاضة في بيانات واسعة، لكن أيضا أريد أن أقول لإخواني رؤساء السلطات المحلية، أنتم تقفون في الجبهة الأمامية أمام المواطن، أمام الإنسان المواطن في خدماته في عمله. وأنا من خلال تجربتي وفي العملية السابقة نائب في البرلمان أستطيع أن أقف، وعلي أن أقف مع كل إخواني إلى جانبكم في قضية الميزانات. وأنتم تعرفون أنني كنت في لجنة المالية وشوي بعرف أقرأ الميزانية، وكنت في لجنة التربية والتعليم شوي بعرف قضايا التعليم شوي كتير يعني، وكنت في لجان مختلفة وفي مجالات مختلفة، لجنة تحقيق حول حوادث الطرق، لجنة تحقيق حول الفوارق الاجتماعية. كل هذا أكسبني وطبعا رئاسة لجنة مكافحة المخدرات والإدمان على الكحول، كل هذه أعطتني مجال لأكون ملتصقا ومصغيا لهمومكم ولعملنا المشترك. لكن كل هذا الكلام في القضية الوطنية العامة وفي القضية المطلبية، كل هذا الكلام لا يمكن أن يتأتى لنا إلا من خلال وسيلة وهي أننا شعب، وشعب يحترم نفسه، ولا يمكن إلا أن نعمل بشكل جماعي. إذا كانت هنالك في الماضي بعض الحساسيات أو بعض الإشكالات، أنا أعلن من هنا أن كل هذه الحساسيات انتهت في هذه اللحظة مع كل إخواني. إذا كنت قد أسأت إلى أحد فأنا أعتذر، وإذا كان أحد أساء إلي فأنا أسامح. لكن هذا الأمر يتطلب عملا جماعيا. واللي حكاه أبو محمد مش قضية رامبو ولا قضية ساحر، نحن جسم يجمع ناس ذوي اجتهادات مختلفة ومجالات عمل مختلفة. لذلك أنا أمد يدي بإخلاص وبمحبة وبتفاني لكل أعضاء ومركبات لجنة المتابعة، سواء أحزاب أو سلطات محلية، أمد يدي إلى الجميع من أجل أن نعمل مشترك. لا يوجد نجاح شخصي في هذا العمل، ولا يوجد، ربما يكون فشل شخصي، لكن لا يوجد نجاح شخصي، هذا نجاح لنا مجتمعين. أنا أتقدم إلى هذه المهمة برهبة شديدة حقيقة وبشعور ثقيل بالمسؤولية، لأننا لا نبدأ من الصفر يا إخوان في موضوع لجنة المتابعة. لجنة المتابعة تبدأ للأسف الشديد هذه المرحلة من تحت الصفر. نحن بحاجة لأن نرمم علاقتنا مع شعبنا. هنالك توجهات خاب أملها منا أحيانا، ونحن علينا أن نرمم هذه الثقة ونستعيدها، ونستعيد هذا التواصل، فنستعيد الإصغاء ليس فقط إلى بعضنا. رئيس لجنة المتابعة يجب أن يخرج
ليسمع الشباب، ليسمع العمال، ليسمع المناضلين في كل مكان. هذا هو التحدي، وبعد ذلك هذه الارتباط الميداني يأتي إلى هذه الطاولة من أجل أن نصنع منها برنامج عمل مشترك. نحن مقبلون أيضا على إجراءات وتغييرات تنظيمية وتعديلات في الدستور. هذه مهمة شاقة، وهذه مهمة قد تتضارب فيها الآراء، لكن كما وصلنا اليوم إلى هذه النقطة نحن قادرون أن نصل إلى نظام داخلي وإلى أفق عمل يستطيع أن يتجاوب مع مصالحنا القومية والوطنية والإنسانية. وأخيرا أنا أريد أن أوجه شكري لكم جميعا مرة أخرى، لكن أريد أن أدلي ببيان شخصي في موضوع واحد. أنا حتى اليوم كنت رئيساً للجبهة، وهذا الأمر منذ سنوات. في الجلسة القادمة لمجلس الجبهة القطري أنا سأقدم استقالتي من رئاسة الجبهة ليكون كل عملي ولا أحد يغير قلبه ولا أحد يغير انتمائه. أنا شديد الامتنان إلى حزبي وإلى جبهتي، لكن عندما انتخبت إلى هذا الموقع أنا في موقع أنني أمد يدي للجميع، وأنا معا سوية كل هذه الأيادي المتشابكة تصنع مشهدا مجيدا، مشهدا محترما، مشهدا مناضلا، مشهدا يصر على أن يهزم العنصرية، يهزم التمييز، يهزم الاحتلال. نحن قادرون معا، نحن قادرون. وشكرا لكم والسلام عليكم. خلصت. بقي أمر واحد، بقي أمر واحد. كان في تنافس في الجولة التالية، كان يقول الحافر على الحافر. ما صار له ستة على الحافر. هيك مثل الشعب. أنا أريد أن أعبر عن شكري وتقديري وامتناني للأخ عوض عبد الفتاح، وللأخ كامل ريان، وللأخ محمد أبو ريح صار نوران. مع أنه حكى كلام يعني مش الله يسامح. الله يسامح. الحق عليك أنت. لكن أنا أقول لأخوي الشيخ كامل والرفيق عوض، أنتم أعلنتم أنكم مستعدون لتحمل هذه المسؤولية. كونكم غير موجودين في هذه المسؤولية، أنتم غير معفيين من الجهد الذي يجب أن يبذل. لذلك أنا أولاً عندما أمد يدي إلى الكل أمد يدي إليكما أولاً، وأعتقد أنه سيكون ويجب أن يكون لكما وطبعاً لكل إخوان مكان ومكانة في تسيير عمل لجنة المتابعة. شكرا لكم، وإن شاء الله إحنا خلال أيام، ما تم خلال أسبوع. خلال أسبوع. خلال أسبوع نحن سندعي. أسبوع حتى أقصى 10 أيام ندعو إلى اجتماع السكرتارية لجنة المتابعة للتداول الأولي في وضع برامج. برامج للمستقبل. وقبل ذلك أنا سأقوم باتصالات ثنائية وفردية مع العديد من الإخوان، وأول اتصال طبعا سيكون مع أخي مازن غنائي لأسمع نصيحته عن الفترة التي قام فيها، وأيضا أسمع نصيحته من فيصل ونصيحته من مجد. فخلال أسبوع 10 أيام نحن نلتقي. ولكن أبو محمد نعلن عن الطيبة إسان. أعضاء لجنة المتابعة مدعوون يوم الثلاثاء بعد بكرة، مش بعد بكرة، اللي بعده، الساعة 7 نتشارك في وفد لتهنئة رئيس بلدية الطيبة الجديد. الطيبة نهضت من وضع صعب جدا من لجنة معينة جثمت على صدرها سنوات، وأعتقد أنه غير تهنئة الرئيس تهنئة البلد، تهنئة البلد بهذا الإنجاز وبالخلاص من اللجنة المعينة. يعطيكم العافية وشكرا.